في إطار فعاليات الملتقى الوطني لحد المكتبة والكتاب في جبصة، الذي يتواصل التقى سعلي المرزوقي مدير عام إدارة المطالعة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث، باش يحكينا على مشاركته في الملتقى هذا. وسؤالي هو علاش اخترتوا المطالعة والإعلام في هذه الدورة؟ هو مواصلة للحوار الوطني المجتمعي الذي انطلق في مدينة أوزر، اللي انطلق في تحت إشراف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث والجامعة الوطنية والجامعات العربية المشتركة في الحياة. هناك عديد من الحلقات في هذا الحوار الوطني. الحلقة الأولى ستنتظم في مدينة جفصة حول الإعلام والمطالعة من أجل خطة اتصالية للنهوض بالمكتبات والمطالعة، إيمانا منا بأن الإعلام له دور مهم جدا في النهوض بالمكتبات والمطالعة، وضرورة وضع خطة اتصالية للنهوض بهذا القطاع أصبحت ضرورة ملحة رأى كل المهنيين أنه لابد من التفكير فيها. والحوار هو سيتواصل على امتداد كامل سنة 2015، وسيتعرض في محطات القادمة إلى مواضيع أخرى كالهيكلة وكالمنظومة التربوية والمكتبات المدرسية والمطالعة في المنظومة التربوية والطالبة والكتاب في الصف الجامعي. أيضا هناك عديد المحاور اللي تعرض لها إن شاء الله الحوار يتأخر الحوار الوطني المجتمعي هذه السنة. بالنسبة للأهداف هذا الملتقى اللي هو أولا رصد وضع الكتاب والمطالعة في وسائل الإعلام كل، ثم أيضا وضع خطة اتصالية للنهوض بالمكتبات والمطالعة وإيجاد وسائل الكفيلة على مستوى الإعلام لتشجيع القراءة وترسيخ المطالعة كممارسة ثقافية بالمجتمع. شكرا سالي.